مريم عبد الرحمن المسيري في المركز الأول بمجموع 98.5%. ومريم عايزة أقول لكم حاجة. اتفضل يا مريم. أنا الحقيقة دي أول مرة أكون في موقف زي ده، إني أكون واقفة وعيون ناس كتير عليا. ده طبعاً مخليني مرتبكة، بس هحاول أقول كل الكلام اللي أنا عايزة أقوله باختصار على قد ما أقدر. أنا ذاكرت وتعبت ونجحت وتفوقت، بس نجاحي ده كان وراه ناس كتير، أولهم ماما، الست الطيبة البسيطة اللي ضحت بوقتها وصحتها عشان أكون واقفة قدامكم هنا. أنا لو فضلت عمري كله يا ماما أشكرك، مش هعرف أوفيكي حقك. وعايزة أهدي تفوقي لأنكل حازم وطنط حنان. الاتنين دول كانوا بجد على طول معايا، وعلى طول بيساعدوني ويساندوني ومعايا لحظة بلحظة لحد دلوقتي. وكمان عايزة أشكر أختي وصاحبتي عزيزة. كنا دايماً بنساعد بعض وفي ظهر بعض. وأخيراً أحب أشكر إدارة المدرسة اللي بجد وفرت لنا كل مقومات النجاح. شكراً. Watch it.